السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشري الفيديوهات على اليوتيوب، فضلا وليس أمرا أخواتي الحبيبات. اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بالمنظر ده علشان يوصل له كل جديد فضلا وليس أمرا. عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا ليكم بشرى ساره لكل الطلبه اللي داخلين المدرسه ان شاء الله خلال العام 2017 2018، ان تم الغاء فعليا كده، تم الغاء امتحان الميد ترم من السنه دي ان شاء الله. امتحان الميد ترم حتى لو في مدارس بنمتحن امتحان ميد ترم، امتحان الميد ترم مش هيضاف على امتحان اخر السنه في نهايه العام. كلنا كنا عارفين النظام القديم ان بيكون امتحان الميد ترم عليه 20 درجه، ال 20 درجه دول بيتضافوا على النتيجه النهائيه للامتحانات بتكون بتاعت كل ترم. يعني مثلا لو العربي من 80 او عفوا لو العربي من 100، بيكون في 20 درجة. ال 20 درجة دول نتيجة امتحان الطالب في امتحان الميد ترم. السنة دي النظام ده اتلغى، وهيكون امتحان الطالب اللي هو امتحان نصف العام او اخر العام هتكون عليه الدرجة كاملة، بمعنى ان خلاص هيبقى الامتحان برضو من 100 درجة، ولكن ال 20 درجة بتوع الميد ترم هيضافوا بقى لاخر السنة. وده اللي موجود معانا في القرار اللي موجود قدامنا اهو، اللي هو بالنسبة مكتوب كده اهو قدامنا. وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، عفوا الفصل الدراسي، وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على إضافة 20 درجة المخصصة للميد ترم على المجموع الكلي في نهاية كل فصل دراسي. وده نقلا عن صفحة وزارة التربية والتعليم المصرية، فده خبر مباشر على طول من وزارة التربية والتعليم المصرية ان امتحان الميد ترم ال 20 درجة بتوعه اتلغوا وهيضافوا على امتحان اخر السنة او امتحان نص السنة. فدي بشرى ان شاء الله، حتى لو في مدارس هتطبق امتحان الميد ترم هيكون موجود، ولكن هيكون بشكل تدريب للطفل او للطالب، ومش هيكون ليه تأثير على نتيجة الطالب النهائية. ويا رب يكون الخبر عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.